متابعينا متابعي اليوم السابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجددا نحييكم من محمية نبق شمال مدينة شرم الشيخ، ومشاهد جديدة ننقلها لكم من داخل المحمية. هذه المرة نصحبكم في جولة نرصد خلالها أجواء وصول السائحين للمحمية للاستمتاع بمشاهدها الطبيعية. كما تتابعون متابعين متابعي اليوم السابع، هؤلاء السائحين القادمين من كل أنحاء الأرض برفقة أسرهم وأطفالهم يستمتعون بالأجواء الطبيعية في بداية كل رحلة. عندما يصلون لهذا المكان يستقلون الباتش باجي وللسير به في الصحراء، صحراء هذه المنطقة، والاستمتاع بمشاهدها من الرمال والجبال والأشجار والغابات الشجرية الموجودة في المكان، وأيضا تحت أجواء معتدلة وبرفقة تخدمهم من أدلة سياحيين من مجموعات من أبناء المكان ممن يوفرون لهم كل الخدمات بما فيها خدمات التنقل داخل الصحراء على ظهور الجمال والسير في طرقاتها الكثيرة للاستمتاع بمشاهدها الطبيعية. هذه هي مجموعات السائحين يستعدون لجولة جديدة داخل المحمية. هؤلاء السائحين قادمين من كل أنحاء الأرض من مجموعات سياحية يستقبلهم أدلة ويقومون بمرافقتهم لتعريفهم بالمكان ولأخذهم في جولات متعددة للاستمتاع ومشاهدة معالم محمية نبق كما تشاهدونهم في هذه الرحلة التي يتحركون خلالها وهم في مجموعات منظمة وفق كل الاحتياطات والإجراءات التي تضمن سلامتهم أثناء تحركهم وسيرهم. هذه المجموعات التي نتابعها متابعينا متابعي اليوم السابع هي مجموعات من السائحين، وهم يسيرون في مناطق صحراوية في محمية نبق يستمتعون بالأجواء الطبيعية وبمعالم المحمية شمال مدينة شرم الشيخ بنحو 35 كيلومتر، يشاهدون كل جوانب الطبيعة، كل ملامحها، كل البيئات الطبيعية تتوفر في هذه المحمية، محمية نبق، البيئة الجبلية وأيضا الرمال يتزحلقون عليها، وكذلك مشاهدات المناظر الطبيعية لغابات المنغروف وأيضا أشجار الأراك وغيرها من المشاهد الطبيعية. كذلك بعد انتهاء هذه الرحلات أو قبل بدايتها يقومون برحلات الغطس على الشاطئ ومتابعة التحرك داخل الكهوف في الجبال والممرات الصخرية للمشاهدة لمناظر طبيعية لا يجدونها في بلادهم، لكنهم هم هنا وفي هذه الأجواء الآمنة وفي هذه الأجواء الطبيعية البكر الخلابة يقضون وقتهم بين جنبات المكان، وأيضا يشاهدون مناظر جميلة وبديعة في هذه الأماكن الطبيعية.
إذا متابعينا، هذه المشاهد هي لمحمية نبق بجنوب سيناء، إحدى المحميات الطبيعية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء، وهي محمية طبيعية تتوفر بها عدد من البيئات المختلفة، بيئة الجبال والتنزه داخل الجبال وكهوفها الصخرية، وأيضا بيئة الغابات الطبيعية لأشجار المنقروف والأراك وغيرها من الأشجار الطبيعية، من بين مئات من الأنواع النباتات تنمو في هذا المكان، وكذلك البيئة البحرية والغوص في أعماق البحر لمشاهدة الشعاب المرجانية بأشكالها المختلفة، إضافة للعديد من معالم محمية نبق. هنا يتجول السائحون لمشاهدة المعالم الطبيعية والمناظر الخلابة. هذه هي متابعين متابعي اليوم السابع، مكونات طبيعية للمكان. الجمال يستقل لها بعض المجموعات من السائحين أثناء تنقلهم على ظهورها لمعايشة الطبيعة في المكان ومشاهدة جمال الطبيعة من على ظهور الإبل وهي تسير. كذلك توجد السيارات الدفع الرباعي والباتش باجي وكل أنواع وسائل التحرك داخل المحمية بشكل آمن وبشكل طبيعي وفق ما يطلبه السائح. شفعي، صاحب مخيم شرف محمية نبق في شرم الشيخ. احنا شركة نشاطها التخييم والسفاري وتقديم خدمات لزوار محمية نبق. زوار محمية نبق والسياح اللي بيجونا من خلال شركات السياحة او اللي بيجوا ووك ان بيجوا بنفسهم، بنقدم لهم خدمات مستغلين فيها كل حاجة موجودة في المحمية بنظام متسق مع القواعد البيئية. يعني بنقدم لهم أنشطة السفاري، سفاري بيتش باجي أو جيب سفاري، بنقدر إن إحنا نصور الكانيون، الأماكن اللي ممكن يشوفوها في صحراء نبق، بنعمل لهم أنشطة مرتبطة بالبيئة زي التزحلق على الرمال، مستغلين الديونز اللي موجودة في المحمية، عاملين سنتر للكاياكينج، ركوب الكاياك، الناس تقدر تتفرج على أشجار المانجروف من خلال ركوبها للكاياك، بنقدم مأكولات خفيفة للجست اللي بيجينا من خلال شركات السياحة بحيث إن هم يبقى في فاسيلتيز خلال اليوم. بدأنا من حوالي 10 سنين من المحمية ماشيين في التدريج، وقدرنا إن احنا نعمل مكان الحمد لله بقى معروف على مستوى جنوب سيناء كلها، ويمكن كمان ليه زوار من أماكن كتير في مصر. طمنا على السياحة ووصول السياحة للمكان، أخبارها إيه اليوم؟ والله في تطور طبعا، في تطور كل الناس ملاحظاه. بدأنا طبعا بالسياحة الأوكرانية وقدرنا نقف على رجلينا، والبلد واقفة على رجليها بسبب السياحة الأوكرانية، ودلوقتي في تطور روسي ابتدوا يوصلوا، في جنسيات تانية ابتدت تبقى موجودة زي الروماني زي البلغاري، فالحمد لله لا في حركة كل الناس. المحمية هنا السائح المصري أخباره إيه؟ لو طمنا احنا متابعنا السائح المصري اللي شايفنا، لو قلنا له يجي هنا هيشوف ايه هنا ويستمتع بص بيه؟ هنا في حاجات تناسب كل الناس، يعني فئة الشباب هيقدروا ان هم يجوا يعملوا كامبينج ويعملوا أنشطة صحراوية زي ما قلنا، التزحلق على الرمال، ركوب البيتش باجي، الجيب سفاري، الباربيكيو، أي ايفنتات مناسبة أو ملائمة للبيئة هيقدروا ان هنا يعملوها. العوم طبعا لأن في أماكن كتير للعوم والغطس، ده بالنسبه للسائح المصري هيقدر يقضي يوم عادي او ان هو كمان يبات لو هم في جروبات او. احكي لنا عن المبيت بقى، بيبقى ظروفه ازاي؟ المبيت طبعا هنا المحميه محدده اماكن للتخييم 4 أو 5 أماكن موجودين في المحميه في اماكن متفرقه، دول مجهزين للتخييم. مجهزين بمعنى ايه؟ ان هم الظروف البيئيه فيهم تسمح بفكره التخييم، يقدر الجست يجي معاه خيمته ومستلزمات التخييم بتاعته بيخيم سواء مصري او اجنبي، تمام؟ بياخد بس تصريح بسيط من المحميات بتساعد او يقدر من خلالنا ان احنا كمنظمين للتخييم ان احنا نساعده نوفر له كل مستلزمات التخييم سواء في الكامب عندنا اللي هو مجهز بالفعل ده او في اي مكان.